بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الجمعة 8 ماي 2020، رابع عشر رمضان 1441 للهجرة. تلامذة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في درسنا هذا نعم إنشاء دعم عام. نص الموضوع: أعلنت لجنة القسم نجلة النشاط المدرسي عن تنظيم رحلة إلى مدينة سياحية. اكتب حوارا بين صديقين يتحدثان عن الرحلة وبرنامجها وما شاهداه فيها. أصوغ نص الموضوع: أكمل الحوار الآتي بين غسان وصفاء. غسان: من نظم الرحلة؟ صفاء: نظمت الرحلة من طرف اللجنة المكلفة بالنشاط المدرسي. غسان: متى انطلقت الرحلة وكم كان عدد أفرادها؟ صفاء: انطلقت الرحلة على الساعة 7 صباحا وقد كانت تتكون من أكثر من 50 فردا. غسان: هل كان الجو صحوا؟ صفاء: لم يكن الجو صحوا بل كان متقلبا. غسان: ما التوجيهات التي قدمها لكم المشرف عن الرحلة؟ صفاء: قدمت لنا مجموعة من التوجيهات والإرشادات من طرف المشرف، فقد نبهنا عن ضرورة التزام المقاعد وعدم رمي النفايات بالحافلة، كما حثنا على احترام بعضنا البعض. غسان: حدثيني عن برنامج هذه الرحلة. صفاء: انطلقت الرحلة يوم الأحد على الساعة 7 صباحا، تناولنا وجبة الفطور داخل الحافلة على الساعة 8:30. عند الوصول قمنا بتهيئ المكان ونصب الخيم، وذلك بتوزيع المهام بيننا، والخروج للتنزه بالتفويج وزيارتنا للمآثر التاريخية مساء نفس اليوم. غسان: متى وصلتم؟ وكيف كانت ظروف إقامتكم؟ صفاء: وصلنا عند حدود 11 صباحا. تميز مكان إقامتنا بالروعة وحسن المنظر. غسان: ماذا شاهدتم في البداية؟ صفاء: شاهدنا العديد من المآثر التاريخية كصومعة الكتبية وغابة أكدال وقبور السعديين. غسان: هل قدمت لكم معلومات عن هذه المآثر الحضارية؟ صفاء: بالطبع، قدمت لنا العديد من المعلومات عن هذه المآثر من طرف بعض المرشدين. غسان: لا شك أنك التقطت بعض الصور التذكارية. صفاء: بالطبع، التقطنا العديد منها. غسان: هل تنوين العودة إلى هذه المدينة رفقة أسرتك؟ صفاء: بالطبع، فالزائر لهذه المدينة لا يمل من زيارتها. تابع الحوار. غسان: أظن أنك تستطيعين كتابة ما شاهدتي في رحلتك هذه. صفاء: بالتأكيد، فالقلم يعجز عن الوصف. غسان: ما شعور التلاميذ بعد انتهاء الرحلة؟ صفاء: لقد انتابهم شعور غريب لأنهم لم يتسنى لهم زيارتها من ذي قبل. غسان: ماذا يمكنك القول عن هذه الرحلة؟ صفاء: حقا، لقد كانت رحلة رائعة ومدهشة، أثارت في كوامن الذكرى بما يزخر به بلدنا الحبيب. جيد، إذن بهذا نكون نعم قد وضعنا نعم حوارا أو أجرينا حوارا بين صفاء نعم وغسان. إذن لا ننسى وضع نعم الشرط التي يشترطها في كتابة الحوار، نعم، لترمز بها إلى شخصية نعم المتكلم. إذن هنا نعم تلاميذ الأعزاء نكون قد وضعنا حوارا أو أجرينا حوارا بين نعم هذين الشخصيتين غسان وصفاء.
إذا حاولوا نعم أن تنقلوا نعم هذا نعم النموذج على الدفتر، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، نأمل من الله جلت قدرته في هذا الشهر المبارك أن يرفع عنا هذا الوباء ويرفع عنا هذا الحجر الصحي، ونعود سالمين إلى أقسامنا عاجلا غير آجل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.